بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن متواجدون في منزل الشهيد عبد الفتاح خروشي الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي في عملية عسكرية كانت في مخيم جنين. معنا زوجته أم خالد، عظم الله أجركم أول شيء. شكرا الله سعيكم، بس إحنا منحب إنكم تباركوا لنا بالشهادة هذه. الله يتقبله يا رب العالمين. يا رب العالمين، الله يتقبله يا الله. شو آخر التفاصيل اللي وصلت لك؟ ما وصلني أي جديد إلا إنه اقتحم الجيش علينا هنا بصورة وحشية يعني، وجروا ابني لعندي للغرفة وصاروا يضربوا فيه ثلاثة، يعني حتى نزل دمه، سال دمه قدامي. وهو يعني من البداية كان يعني ما عمل أي شيء، وبعدين صاروا يقولوا إنه في جنين في اقتحام، وهذا اللي سمعناه يعني إحنا في بيتنا ما في أي شيء. الشهيد آخر مرة تواصل معك إمتى؟ الشهيد من قبل 10 أيام طلع على صلاة الظهر وقال لي بعد الصلاة بدي أنزل أروح أدور على شغل، لأنه هو أسير يعني صلى تقريبا 2.5 شهر وخارج من السجن وعمال يبحث عن عمل، يعني قال لي بدي أنزل أدور على شغل. ومن يومها لا تواصل معنا ولا هذه أول مرة الاحتلال بيقتحم المنزل؟ أول مرة. أيوه أول مرة بيقتحم. صحيح. مين اعتقل؟ اعتقل ولاد التنين، الكبير خالد والثاني محمد. صار أي تحقيق معهم قدامك؟ صار معك أي تحقيق؟ لا. جاب سيرة زوجك في أي شيء؟ لا لا، أنا لا معي ولا مع ابني. نعم. كيف وصلك خبر استشهاد عبد الفتاح؟ من التلفونات، قالوا إنهم اقتحموا جنين وصار في شهداء، وكان اسمه من بين أسماء الشهداء، والحمد لله رب العالمين شهيد الله كرمه، والحمد لله رب العالمين. كم ولد وبنت عندك أختي؟ عندي 3 ولاد وبنتين. بناتك؟ آه. الله يحميهم يا رب. طيب الاحتلال الإسرائيلي بيقول إنه هو مسؤول عن عملية قتل مستوطنين في حوارة. ما بعرف، أنا ما بعرف أي شيء من هذا الحكي أو الكلام. إحنا كان جوزي عنا يعني وما في أي شيء يعني. متى أفرج عنه من سجون الاحتلال؟ أفرج عنه ب 16-12 يعني، وصلوا شهرين. كم أمضى؟ أمضى 3.5 سنين. مجموع اعتقالاته بيحكوا 9 سنوات تقريبا. 5 سنوات و5 شهور مجموع اعتقالاته عند اليهود وعند السلطة. كان برضو عند له اعتقالات عند السلطة. صحيح. اليوم كزوجة شهيد، شو رسالة زوجة الشهيد لأبناء الشعب الفلسطيني؟ رسالتي لأبناء الشعب الفلسطيني بقول دام عزك يا نابلس برجالك وشبابك. الله يتقبل يا رب العالمين. سؤالي الأخير برضو، لما كان يكون في شهداء في البلد و11 شهيد قبل أسبوعين في نابلس، كيف كانت العائلة تتعامل مع هذا الموضوع؟ زي أي واحد فلسطيني، دمه دم فلسطيني مش أكثر. الله يتقبل يا رب. آمين يا رب العالمين. الله يتقبل في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. التفاصيل الجنازة، في عندك أي تفاصيل؟ كيف يعني؟ الجنازة متى ممكن تكون أو والله لسه ما يعني ما شفتش الشباب، ما مش عارف يعني كيف تفاصيلها راح تكون يعني، ما مش عارف يعني. وفي معلومات إنه الليلة راح يتم يعني وصوله لمستشفى رفيديا من جنين حسب المعلومات. الله يرحمه يا رب العالمين. آمين. مرة ثانية الله يتقبله. إذن زوجة الشهيد رحمه الله عبد الفتاح، العملية العسكرية الإسرائيلية استمرت حوالي 5 ساعات، الاحتلال حاصر المنزل واستخدم صواريخ إضافة إلى قوات خاصة، وكان أيضا هناك للدبابات العسكرية. أسفرت العملية حتى اللحظة عن 6 شهداء في جنين وأكثر من 30 إصابة، منهم 7 إصابات بالغة الخطورة، إضافة طبعا لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي في الوقت نفسه هذا المنزل في منطقة عسكر ما بين مخيمي عسكر القديم والجديد، واعتقال نجلي الشهيد خالد ومحمد رحمه الله رحمة واسعة. كانت هذه التغطية من منزل الشهيد عبد الفتاح.